العالم مع كاس افريقيا انطلاقا من هذه الاجواء المناخيه اللي هي في كوت ديفوار اللي سمعنا الصدى ديالها بانه كتغير يعني في النهار تتشوف ربعة ديال الفصول. فأظن بأن هذه يمكن النقطة الإيجابية اللي داروا الجامعة الملكية أنه بمعية الطاقم التقني أنهم توجهوا 10 أيام قبل انطلاق الكاس إفريقيا، وهذه راه في حد ذاتها مزيانة نقطة إيجابية اللي غادي يمكن تخلي العناصر الوطنية أنها تأقلم مع الأجواء المناخية اللي هي في ساحل العاج. حتى تبقى تصريحات يعني وردة في المنافسة يمكن نقولوا الرياضية انتيني، ولكن ما كيمكنش يكون عندها تأثير الإيجابي بالنسبة لهذه المسألة اللي علقتي عليها ولا قلتيها ولا تكلمتي عليها. فكتبقى صراع كلامي ما بين لاعب ولاعب.